الله وبركاته. أيها الطلاب الأحباء، في مرحلة الثانوية وثاني ثانوية، وأنا أقدم أمامكم المسألة العربية بمناسبة يوم الاستقلال. السؤال الأول: من أول رئيس الجمهورية الهندية؟ السؤال الثاني: في أي سنة ولد مهاتما غاندي؟ الثالث: ما هو القانون يعرف بقانون الأسود؟ السؤال الرابع: من ألف كتاب أسد كيرلا؟ كيرلا سيمهم. السؤال الخامس: من يعرف بإخوان علي في تاريخ نضال استقلال الهند؟ السادس: من ألف نشيد ورق ورق سهجري في ستياغرا الملح؟ السابع: ما السبب لمسجرة جاليا والا باغ في سنة 1919؟ الثامن: كم يوما عاش مهاتما غاندي بعد استقلال الهند؟ التاسع: من صمم علم الهند؟ صمم روبكالبنا تشيدو. العاشر: من أول وزير القانون في مستقل الهند؟ الحادي عشر: أسس مؤتمر الوطن الهندي اي او هيوم، ما هو اسمه الكامل؟ السؤال الثاني عشر: من أول شهيد في تاريخ استقلال الهند؟ الثالث عشر: من قاد المظاهرة في كاليكوت على ضد ستياغرا الملح؟ الرابع عشر: من كان الرئيس البريطاني حين استقلت الهند؟ الخامس عشر: ما هو النسب التذكاري للجيش الذين قتلوا في حركة استقلال الهند الأولى؟ السادس عشر: من يعرف الملك الشهيد؟ السابع عشر: ماذا سمى البريطانيون ثورة 1887؟ الثامن عشر: تعلموا، تقاتلوا، تجمعوا، من قال هذا؟ التاسع عشر: في أي سنة وقعت حادثة جور جورة؟ العشرون: في أي مكان عقد أول حفلة للمؤتمر الوطني الهندي؟